انا مش فاهم انت جايبني هنا ليه؟ ما كنا شربنا الهباب الشاي ده هناك وخلاص. لا بقى التماثيل بتقعد تبص لي في الكوبايه اللي انا بشربها. بيحسدوك يا ايوه دول بقى. امشي يالا. شاربين اربع كوبايات قبل كده. انت هتضربني ياد ولا ايه؟ لا. امشي يالا امشي يالا. كل شويه على شرب كوبايه شاي. اوعى اوعى. ايه بقى دول؟ ها ها نو نو ست ست اهو ست اهو بقيت ست اهو. ايه ده انت بقيت ست؟ ايوه. اه. بقولك ايه؟ ارمي ودني في بق مورستاني بيتقال. رامي وبعدين يالا يا رمزي دلوقتي التمثال بتاع اله الكاراتيه عند قدماء اليابانيين ريحته وحشه يالا انت ما بتحمموش ولا ايه؟ لا لو سمحت بقى يا دولا ما تفتحش الموضوع ده تاني معايا علشان ما نخسرش بعض يا دولا. يالا انا بهدي النفوس يالا عايز يعني اظبط العلاقه اللي بينك وبين التمثال لان ده تمثال شرس ده عنيف يالا ده ممكن ياخدك مقص كاتا يجيبك على الارض يشقلطك. لا يا دولا ده يعمل الكلام ده مع التماثيل اللي على الرف اللي جنبه لكن انا لا ده انا واخد بقى ده انا واخد الشراب الاسود في الكاراتيه. اه يعني الكلام ده ما بيمشيش معاك انت. أوه. يعمل ده مع التماثيل التانيه. ده اهم حاجه بقى الشراب اللي انت خدته باستيك ولا من غير؟ لا يا دولا هم ان شاء الله وعدوني لما اخسر البطوله اللي جايه هيدوني بقى الاستيك. بقول لك ايه؟ شكلنا هنقبض المكافأة وهتسقسق. الحمد لله جولنا لحد عندنا والليلة هيصة. دول حبيبي لو سمحت يعني أنا عايز استشيرك في فعل أمر صغير قد كده. خش على النحو خش. أنا كنت عايز يعني أفصل بين التماثيل الولاد والتماثيل البنات عندنا في البازار علشان ما أقعدش بقى مصحصح لهم أنا بقى واسكت يا واد بس يا بت. يعني أنت عايز تبقى نايم على طول ما تصحصحش خالص يعني. الله دول مسافرين خالص. قاطعين تذكرة ذهاب وعودة المستشفى العباسية. بقول لك ايه؟ انا هما نغشهم لحد انت ما تجهز القمصان. مساء الخير يا اساتذة. لا ما انا رأيي كأب وعندي ثلاث تماثيل حطيتهم في النيش، بصرف عليهم دم قلبي والله يا استاذ. ان انتوا تعملوا رفين، رف فوق للولاد ورف التاني لتحتي للبنات. اه لو رف البنات تحت اوكي ماشي عشان الولاد لو تحت هما هيقعدوا يبصوا على رجل التماثيل البنات لا ما يصحش لا طبعا. صح يا دولا صح وبعدين كل تمثالة تنام بقى في الكرتونة بتاعتها بقى علشان ما نقعدش بقى ذروتها. آه ايوه صح 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 صح. طب ان شاء الله بينا بقى يا كتاكيت. ايه ايه على فين؟ على البيت طبعا تروحوا تشوفوا زمايلكم في عنبر ستة. وحشكوش جلسات الكهرباء هناك. كهربة ايه انتوا ايه في ايه؟ احنا جايب لكم مولد كهرباء فولته عالي. مولد كهرباء ايه؟ عشان تكهربوا كلكم عشان تكهربوا كلكم. انتوا تكهربونا ليه يا كابتن؟ انتوا فاهميننا من ايه؟ شرفتوا عنبر ستة. الله دولا ايه المكان اللي احنا دخلنا فيه ده يا دولا؟ ده مستشفى المجانين. ايه ده؟ ياه انا حاسس يا دولا ان صدري انجرح. عايزه بقى ينجرح اكتر؟ اه يا دولا. شم مواس يالا. يا عرس يا حضري خرت يا حضري اهرب يا حضري. اهو ده يالا مشجع اهلاوي وحصل له كده اول ما لقى الحضري سابه وسافر. دهب جاوب هتكسب دهب دهب من غير ما تتعب دهب دهب اصل السؤال بجنيه دهب دهب. الله الله يا دولا يا دولا الاستاذ صادق علام اهو. لا يالا ده مش صادق علام التاني اسمه طارق علام ده بيطلع وراه بقى على طول يالا يقعد يشاور للكاميرا كده اهو واي حد يفوز بجنيه دهب يروح يبوس ويسرق منه الجنيه يرجعه لطارق علام تاني افهم يالا. اعزائي المشاهدين معانا احد الشباب في الشارع. اهلا ازيك؟ انا الحمد لله كويس يا استاذ. هو بيكلمك انت؟ بيكلم كتفي مش شايف الهون عند كتفي ازاي؟ فيلم ايس كريم في دليم كان كوبايه ولا بسكوته؟ صراحه يعني انا ما اشتغلتش الفيلم من اوله عشان كان ساح مني يعني. طب انا هسالك سؤال سهل شويه عشان السؤال لازم يبقى سهل عشان الجنيه اديهولك عشان ما يضيعش مني. فيلم المواطن المصري رقم بطاقته القوميه كان كام؟ ها رقم بطاقته القومية صراحة ضاع منه في الحرب في 73 وهو ما عرفش يطلع رقم بديل يعني عشان البيروقراطية. لا 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 تعال انت قصير. غلط؟ لا غلط طبعا تعال انت قصير. انا هسألك سؤال قصير. مين؟ اكيد هو ما فيش غيره. الإجابة صحيحة. الله 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 الله
اتفضل يا سيدي. الا قول لي معاك فكه 5 جنيه ذهب؟ شفت بقى شغل الناس، مش هديك الجنيه على طول، بيقول لك 5 بيعجزك. يلا لا لا مالكش دعوه، اخرج انت برانا يا عم. انا حبيت دعوه. يا عم انا حاسس بالفه بينهم يا عم. ماشي ابو الفه. اتفضل. هو حضرتك ممكن اروح افكه من على الكشك اللي هو على اخر الشارع؟ لا يلا، كشك ايه هتفك من عنده ذهب؟ روح لبتاع الذهب يلا يفكهولك 5 بسرعه. اقول لك فكه من عند ابو حديده. انه ده اهو. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. هو حضرتك ده صامت؟ لا ده متكلم. عايز ايه؟ صح ده متكلم اهو. ما دام متكلم يقبض اكتر طبعا. لو سمحت يا استاذ ابو حديده، الاقي مع حضرتك فكه 5 جنيه ذهب؟ لا سيبك من دي. ايه رايك لما سيح لك دوت واعمل لك منه جنيهات صغيره؟ جنيهات حديد تسيحها؟ طب تسيحها ازاي يعني حضرتك؟ يا بني ادم انا عندي مصنع حديد هناك تحت بير السلم. هنا اهو. هنا اهو. انت مش شايف البضاعه دي كلها قد ايه؟ اتفرج عليها بقى لما تسيح، هطلع بيها عمارتين بحالهم. عمارتين؟ الحق يا دوله، ده بيقول لك هيطلع عمارتين. يلا ما تصدقش اي حاجه، دول مجانين. بقول لك ايه، ما دام هتطلع عمارتين ما تشوف لنا شقه عندك كده لو سمحت. والله عندي اوضه شقه وطرقه عامله 1,000,000 الا نص. اوضه شقه وطرقه؟ طب بقول لك ايه، يعني دي متهيألي سعرها كده عالي قوي، يعني الاسعار في المنطقه دي ما تقلش عن 3/4 مليون الا ربع يعني. الحديد غلي، الحديد غلي، الحديد ولع ولع يما، الحديد ولع ولع يما. ده الحديد فعلا غلي جدا، احنا اسفين جدا ما كناش نعرف، احنا مش عايشين يعني وما نعرفش ان الحديد ده ولع يعني. ولع يما. ايوه احنا برضك كنا ما نعرفش الا ان الارض بس هي اللي فيها حديد. لا ده بالعكس، يعني عندك مثلا السبانخ فيها حديد. الحديد ولع ولع يما. على فكرة دولة الطماطم كمان فيها حديد. الحديد احمر. احمر يما. الطماطم فعلا فيها حديد، يا نهار جنان. طب متشكرين جدا يا استاذ ابو حديده، متشكرين جدا. دول انا ارتحت للراجل ده. يلا خلي بالك، يلا كل اللي هنا دول مجانين. ايه؟ جون! ما عرفتش اصدها، ما عرفتش اصدها. يلا يا كتاكيت، وجبه الكهرباء جاهزه. انا الاول، انا الاول، انا الكابتن والشرعي. لا مش كل شويه انت الاول، انا نفسك كهرباء. ابوس ايدك. من فضلك اديني وصله. ايه ده ايه ده، الحق دول، دول بيتخانقوا على الكهرباء. ايوه يا ابني عشان الكهرباء غليت والحديد ولع. ولع يا ابا حديد ولع. ولع يا ابا حديد ولع. ولع يا ابا حديد ولع. لا كده عدى تلت النهار ولسه ما ظهروش. الطبيب في البازار شوفيه فين؟ كلمته اكتر من مره ما حدش بيرد عليا. يمكن المدهور اللي اسمه رمزي كسر البضاعه فعادل راح يجيب غيرها. نيفر ايفر. عادل مش كده خالص، عادل رومانسي ما بتحموش الماده على الاطلاق. يمكن عند مراته التانية يا ماما. هاو دير يو سي ساتش ثينج، ازاي تقولي حاجه زي كده؟ هتتقطع لسانتك يا رب. اولا انا لا يمكن تكون لبنتي الضره. ها انا بنتي الزوجه الاولانيه والاخرانيه. يا جماعه انا قلبي متوغوش، وانا قلبي لما يتوغوش يبقى ابني في خطر. شوفي يا حماتي، اخشى ما اخشى ان يكون حصل له حادث اليم، عصيب، جريمه، او ربما تكون او ربما ما يكون قاعد مع اصحابه بيشيش او مع صاحباته بيشيش ومش معبرك. استر يا رب استر. طب هنفضل كده قعدانين مش بنعمل اي حاجه؟ ما ننزل ندور عليه. يعني نعمل ايه؟ نحطه على النت ونحط جوجل ونحط عادل ونعمل سيرش؟ لا انا هنزل ادور على عادل، هندور عليه في الحارات وفي الشوارع وفي النجوع. يا جماعه عادل ضاع في شارع السكوت. كويس قوي، انزلوا كده كلكم رابطه المعلم، انزلوا دوروا على عادل وسيبوا لي البيت بقى استجم واقعد فيه براحتي، ولما تلاقوه موبايلات. يا سلوم، وانت فاكره ان احنا هننزل مش هنرجع تاني؟ نو يا حبيبتي نو، احنا هننزل وهيرجع معانا عادل وهنجيبه واحنا منتصرين. ليه بتدوري على عادل نصر الدين؟ يا شيخ انت قلبك حجر ولا ايه؟ ده اخوكي اخوكي. ما يا ماما انت مخك تعبان قوي، واحد غاب 3-4 ساعات، ايه اللي حصل في الدنيا؟ تلاقيه بيعمل حاجه وراجع. بس حرام عليكم، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه، الوقت داعمنا. يلا قوموا شدوا حيلكم قوموا. يلا المره هاتي سكينه من المطبخ وغزي بيها ساعه الحائط. لا انا هغز بيها عنايناتك. يا اختي يا اختي سيبي منها، تعالي نروح نغير هدومنا. يلا يلا امشي. واثناء ما احنا بنلعب بيل قامت بقى في بليه، قامت اتشقلبت كده هون ووقعت بقى في الترعه. ها
ها يا حسن يا شحاتة يا معلم، خلي الشبكة بتاعتي تتكلم. البس يا نجم. والسؤال دلوقتي أعزائي المشاهدين، البلية كانت بتعرف تعوم ولا لأ؟ أكيد طبعاً كانت بتعرف تعوم، يعني بدليل إن البلي كله بيعوم، بس دي كسفت حضرتك لأنها مش عايزة تلبس المايوه. زي ما تقول يا حبيبي كده قال بالظبط. أنا بقى قمت مقطع الجلابية بتاعتي رجالة شعن وراجل، قمت مقطع الجلابية كده وقمت ناطت في الترعة ورا البلي علشان أنقذها. وأنت شهم طبعاً أنقذتها وعرضت عليها الجواز بعد ما حبيتها واشترطت عليها ما تلعبش مع بقية البلي في الشارع، صح؟ لو سمحت، لو سمحت يا دولة، بص ما تقطعنيش كل شوية وأنا بتكلم مع أصحابي حبايبي وبفتح قلبي ليهم. أنت مش بتفتح قلبك، أنت بتفتح درج البلي يا ابني. سيبه لو سمحت أبو الكباتن، سيبه، سيب القائد يتكلم. قول قول يا حسن يا شحاتة يا معلم. أنا آسف جدا، اتفضل يا أستاذ يا معلم يا قائد. يا نهار أبيض، أنا أصلي من المعارضة يعني، بقى أنا رمزي مش قادر عليه. يا رب تبعتلي منه شوية أجزاء. وفجأة كل البهايم بقى والحمير قاموا معترضين. أيوان اعترضوا زيكم كده بالظبط، قال إيه علشان إحنا بنعمل دوشة وإحنا بنلعب كورة. آه ما ممكن برضو الكرة تيجي في الإزاز بتاع الزريبة يعني تكسره. وبالطبع أنا بقى ما سكتش بقى، ولا إزاز ولا بتاع، بس برضو هما بقى رخموا بقى وقعدوا يرش علينا مية وقاموا شايلين طوب العرضة بتاعت الإجوان. إجوان ارقص يا حضري، اجري يا حضري، ركب خرطة يا حضري، ارقص يا حضري. يعني بعد اذنكم يا عقلين، يعني بعد اذنكم، مدام كده كده يعني عندنا المواهب ما شاء الله، الاستاذ عصام العضري والاستاذ طارق علام والاستاذ ابو حديده والاستاذ رمزي هتلر القائد الكبير، ايه رايكم نستغل الوقت ده ونلعب ماتش كوره؟ لو كسبنا نطفي النور وننام، اتفقنا؟ ماشي يا دوله، بس في يعني افرض ان شاء الله ان شاء الله خسرنا. لو خسرنا مش هيبقى لنا نفس نحتفل، فهنطفي النور وهننام برضو. ماشي يا دوله، ماشي، يلا بينا. يلا بينا، يلا بينا. لو ما جيتيش جون هرجعك سوق العبور، فاهمه؟ وده هشوطها على السكين ولا ايه دي؟ عادي يا دولة عادي، هنخلي الجون بتاعها على شكل تلاجة. صح، ونخلي العيال اللي واقفين ورا الجون اول ما شوط يلموا هم البذر بقى. صح يا دولة. بقول لك ايه يا دولة، ايه رايك ما نستنى شويه كده هون، يمكن البطيخه تسقع وبعدين بقى علشان الماتش يبقى ليه طعم. يا ده احنا لسه هنستنى على ما البطيخه تسقع، احنا عايزين نلعب رياضه ونحل بالمره. يلا ماشي يا دولة. خلاص يبقى تدوني وقت اسيح لكم حته الحديده دي وابني لكم بيها عرضه. انت الحديده دي محيراك من الاول، انت مش لسه باني بيها عمارتين؟ شكلك كده بتغش في المونه. لا اوعى يا ابو حديده، اوعى تغش في المونه بتاعت الاجوان بعد كده، علشان الحضري ما يقعش عليه المعارضه. حاضر حاضر يا قائد حاضر. يا سلام على حنيه قلبك يا معلم. خايف انت اوعى الحاضر يا ده رمز. لا يا دول انا خايف على البطيخه، لحسن العرضه تقع عليها تتكسر، ما نعرفش نلعب كوره. ياد كده كده هنلعب كوره يالا، عارف ليه؟ ليه يا دول؟ عشان كل اللي هنا دول مجانين. والحديد ولا عندك اتنين شاي مع قهوه زياده وحلبة حصى. يا ابني يا ابني تعالى، احنا بندور على واحد اسمه عادل. عادل سعيد، مصري اصيل. عادل سعيد مثبت العقل في الراس والورقه في الكراس. يا ابني في ايه؟ انا امه، في ايه؟ خرج منها لابس القميص. يا سلام، طب ما هو طبيعي انه يبقى لابس القميص، لان انا اللي كويه الصبح قبل ما ينزل. يبقى الموضوع في حريم بقى وانت اللي مسلماه. يا ابني انا اللي غسله له القميص والله. ويهون عليك ضناكي. يوه، انا بقى ابقى حماته، انا اللي حاطه له زرارات في اللياتوس بتاعته. يبقى انتوا بقى منمرين من يوم ما اشتريتوا له القميص في فتره الاوكازيون. لا لا لا، الحقيقه مش احنا اللي مشتري له القميص بصراحه، سناء اخته هي اللي دفعت ثمنه واشترته له. اخته؟ يا جماعه ده عيلة لحم ودم، ولا مغزه المنوكير ما يطلعش من الدوفر. عموما يعني هو موجود، الله محفظنا رب واحفظ حالمنا، في مستشفى المورستان التخصصي. ايه بتقول ايه؟ مستشفى جننتوه؟ احنا اللي جننا. ايوه قلت له هات هات هات، لما ربطوا له هات هات. انتوا اللي ورثه ورثه ايه؟ يلا نروح نشوف. يلا 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 يلا.
أعزائي المشاهدين، باقي من الزمن 8 ساعات متواصلة، وما زالت ضربات الجزاء التشجيعية هي سيدة الموقف. ها جاهز؟ جاهز يا دولة. يلا حاضري، عايزك تصدها بقك. يلا دول، انا خايف اشوطها تطلع قرعه. يا دي البيلينج ده على السكين يا ياض، انت بس سمي وان شاء الله تبقى حمراء يا رمزي. يا رب يا رب سهلالي زي ما سهلتها لسعيد عبد الغني في ماتش هولندا والبرازيل. يا رب ماتش هولندا والبرازيل، ومصر كانت بتعمل ايه ساعتها؟ كانت هي الجمهور. شوط بقى نفسي هز الشبكه بقى، نفسي هز الشبكه بقى. شبكه وبطيخ، نفسك في حاجه تانية قبل ما تشوط؟ ماشي يا دوله ماشي. شوط هشوط اهو، شوط اهو، هشوط اهو، شوط هشوط اهو، هشوط اهو، هشوط. يلا ما تشوط يلا وخلصت، ما تجننيش. ماشي يا دوله هشوط اهو، هشوط اهو. جت جول. فاول فاول على السرير. طردوا لي السرير ده، السرير ده طلعوا لي بره، طلعوا لي بره. حلو عديها له بقى المره دي بقى يا دوله بقى، ده مهما كان برضو سرير محترف. لا معلش، السرير ده مش اول مره يعملها، قبل كده وقع المولل على ال 12 لعيب، طلعوا السرير ده بره. يا دوله هات لي بقى، هات لي اوت ولا جورنال ولا اي حاجه. جورنال؟ ما انا لسه منديك اوف سايد من شويه. يالا هجيب لك منين، هجيب لك منين؟ طب بص يا دوله اديني حتى بلينتين. بلينتي ايه اللي اديهولك؟ يالا ما انا كنت جايب معايا شويه بلينتيات، بس عشان الماتش طول البلينتيات اللي عندي خلصت. اعمل ايه؟ ده بص حتى الصفاره شحنها خلص. يالا يا دوله تريني عمال تصفرني وانا مش سامع يا دوله خالص. طب بقول لك ايه، ما تستلف من الهاينز مان. الهاينز مان هاخد منه ولا ايه؟ ولا ايه يعني؟ ده راجل غلبان وانت ما تجوش غير على الغلابه. ده الراجل لسه هيجيب مسحوق غسيل ويغسل العلم اللي بيحطه في الكورنر ده وينشره عشان النهائي بكره. يالا ايه ده، هو بكره جه يا دوله؟ امال ايه، جه امبارح. يالا جاهزين؟ الحديد والنص. يا دكتور يا دكتور اهدى الحاله جت خلاص. يا بروفيسور 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 بلح ارجوك، زوجي عادل بكامل قواه العقليه. طب والماتش اللي جوه ده هنشوفه خلص ولا هنقضيها هدف ذهبي؟ ماتش يا دكتور، انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان عادل ده شاب كله رياضي وما بيشربش تجاير وعمره ما دخن. بص بقى يا دكتور، بص يا دكتور، لو انتوا حاجزينه عشان الفلوس انا مستعده ادفع الحساب، بس ارجوك 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 تخرجوه. هنخرجه بعد ما ننضف له ودنه عشان عنده التهاب في الاذن الوسطى، مفوتها على الاخر. شوف يا دكتور، انا لا انكر انه احيانا عادل كان بيصاب بحالات ذهنيه متفرده، بس على فكره ده ما كانش شيء ثابت، ده كان بيجي له كده لما يجي له اكتئاب. لكن لو نظرنا لكتاب البروفيسور العظيم ابراهيم ملوخيه هنلاقي انه تعدد الذهن ده بيحصل في الحالات اللي هي بتبقى فيها كده فيها كده. بس احنا ما نقدرش نعرف حاجه غير لما ندوق ونغرف. ابراهيم ملوخيه قلت لي على كده. بص يا دكتور، بص نعم. يا دكتور، لو انت عايز تاكل ملوخيه انا مستعده اعمل لك ملوخيه في دقيقه وتاكل صوابعك وراها، بس ارجوك 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 اطلق سراح ابنك. يا حضره الضابط ابوس ايدك. يا حضره الضابط بريء، والله بريء. ما عملش عسكري يا ضابط. مين ضابط؟ مين انتوا اللي عايزين تتظبطوا؟ انتوا اخر مره اتكهربتوا امتى؟ انا عارفه انا عارفه، انا اتكهربت سنه 2000، يعني في غضون من 2000 ل 2001 كنت بعمل العصير لابنتي ياسمين في المطبخ، وكان اللي هو اللي بدل بيعمل العصير ده راح مفوت، فروحت لاسعه بقى. وانت يا حاجه؟ انا بقى هقول لك، انا بقى اتكهربت لما كنت بتصنت على التليفون، بس ربنا عمل فيا كده عشان يبقى في حكمه، عشان يقول لي ما تتصنتيش تاني، عيب عيب عيب. طبعا. والاخت ام الالوان المتعدده. انا بقى كنت قاعده باخد بنسولاي كده في الشمس، وبعدين انا نفسي هفتني على فشار، رحت رايحه عشان اجيب الفشار، وبمسك الفشار كده لقيت كهربا 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 وصحيتني، ومن ساعتها بقيت كده يا دكتور. طب بقول لكم ايه؟ ايه يا بلح؟ اقول لكم على حاجه. قول قول. احنا جايبين جهاز كهربا جديد بالقسط. يلا بينا عشان كهربا. يلا عموما احنا بنعتذر، ده خطأ ما
مقصود او مش مقصود انا مش واثق. تعتذر ايه حضرتك؟ حضرتك يعني ده انا اتمرمطت جوه، ده في واحد اسمه ابو حديده ضربني بالحديد على كتفي، من ساعتها بص مش عارف احرك ايدي خالص. كذاب كذاب. حضرتك ابو حديده ده انسان نبيل وشهم وظريف والله، وبدا من الصفر لغايه لما بسم الله ما شاء الله وصل لغايه لما بقى على الحديد. مع الحديده يعني تحت الصفر يا ربي كده هنتحبس تاني كده، هيدخلونا جوه تاني مع المجانين. انا نفسي ادخل جوه، انا نفسي ادخل فين يا رب. عموما تشرفنا بيكم، اتفضلوا انتوا دلوقتي ولو عزناكم هنبعت نجيبكم. سيبولي تليفوناتكم. قوي قوي، هات تليفونك، هات تليفون. اتفضل اتفضل، ادي تليفوناتنا هنا كده. الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مالها ياسمين؟ سنانها بتوجعها قوي. يا نهار ابيض، يعني انت مقوماني من النوم مخصوص عشان سنانها بتوجعها؟ طب انا اعمل لها ايه يعني يا رانيا؟ اتعاطف معاها؟ لا يا عادل، ما انا جبت لها الدواء وبقت كويسه قوي، بس بكره لازم الصبح توديها الدكتور ضروري. اوديها للدكتور طب انت مقوماني من دلوقتي ليه يعني حضرتك؟ عشان البس من دلوقتي؟ لا، عشان امك. ايه عشان امك دي؟ امك مصره تطلع لحمه عشان تسيحها عشان بكره، وانا بقى بصراحه يعني كده قررت ان انا اعمل بكره فراخ. طيب يا رانيا ايه المشكله؟ سيح اللحمه واعمل الفراخ زي ما انت عايزه. يا عادل انت دايما كده تبسط الامور يا عادل، ده انت مش ممكن. بص يا حبيبي، من البديهي ان انت بكره صبح هتودي ياسمين عند الدكتور، والدكتور ده عيادته فين؟ في العباسيه، وميدان العباسيه فيه احسن واحد في مصر يعمل الكولسلو. ايه الكولسلو ده اللي في مصر؟ خسارك يا عادل، مش عارف انت ازاي مش عارف يعني ايه كولسلو. كولسلو يا عادل، كولسلو سلطه الكرنب المهشمه اللي بحطها جنب الفراخ. سلطه الكرنب المهشمة. مظبوط، دي جامدة جدا. الساعة كام بالليل؟ صلاة الكرنب المهشمة. تصبح على خير يا رانيا، تصبح على خير. فعلا في العباسية هو الراجل. ماشي ماشي. رانيا ما ينفعش يا رانيا، ما ينفعش. لو كذبنا عليها المرة دي مش هتثق فينا بعد كده. يا عادل احنا مش هنكذب عليها، احنا هنخادع بس. معلش يا بيبي، معلش يا حبيبه قلبي. دلوقتي هتخرجي مع بابي وهيجيب لك شوكولاته وبونبوني كتير قوي وطعم اسنان بلاستيك بالمره. مش فاهمه يعني انا لو كلت مصاصه وبونبوني هبقى كويسه؟ لا طبعا يا حبيبتي مش هتبقي كويسه. لو كلت شوكولاته وبونبوني سنانك هتبوظ. سنانك دي حلها الوحيد انها لازم تتخلع. يا حبيبي ايه 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 في ايه؟ لازم يا جماعة أصارحها يا جماعة، دي طريقة كويسة جدا في تربية بنتي. أنا بتبع طريقة إن أنا أصارحها ولكن برفق، أصدمها ولكن بشويش، أرعبها لكن بالراحة كده يعني. شوفي يا حبيبتي، بابا هياخدك لدكتور السنان عشان يعالج سنتك. أنا خايفة قوي يا تيتا. لا يا حبيبتي ما تخافيش، ما هو هيطلع لك سنة مكانها. يا ماما اللي انت بتعمليه ده كده هتخوفي البنت، يعني ايه هيطلع لها سنة بدلها؟ بصي يا ياسمين يا حبيبتي، السنة دي لازم تتخلع، ولما تتخلع هتوجعك وهتخر دم، وبعدين كمان لو ما قعدتيش ثابته بقى على الكرسي اللي هو مليان أجهزة مرعبة دي وزز والحاجات دي هتتعاقبي يا ياسمين. مش عايزة أروح للدكتور، مش عايزة أروح. ايه اللي انت بتعمله ده يا عادل؟ عاجبك كده؟ ليه كده يا عادل؟ يا جماعة سيبوني بس أربي بنتي بطريقة. اوعيلي اوعيلي بعد إذنك ياسمين يا حبيبتي، ما تخافيش الدكتور قبل ما يخلع لك السنة دي هيديكي حقنة بنج كبيرة كده اهو جوه في سنانك، فما تحسيش بأي حاجة خالص وهو بيشيل لك السنة بالكماشة الجامدة دي. لا مش عايزة حقنة. ايه اللي انت بتقوله؟ يا ياسمين يا حبيبتي يا حبيبتي، انت لازم تروحي الدكتور لأن دي هتبقى اكسبيرينس هايلة، هتتحط في السي في بتاعك. مش عايزة سي في. يا جماعة غلط كده، احنا بنأجل المشكلة وده مش صح، لازم نواجه ولازم نقتحم عشان نخلص على طول. بص يا ياسمين، السنة دي لو ما تعالجتش هتتشال، وهيتشال سنة تانية وتشال سنة تالتة لغاية ما بقك يفضى خالص، وده ممكن يأثر على سمعك. لا يا بابا، لا يا ماما. بص يا ياسمين يا حبيبتي، احنا هنروح لدكتور السنان عشان نجيب مصاصة وشوكولاتة. بتضحك عليا، مفيش اصلا دكتور سنان بيبيع مصاصه شوكولاته. ايه ده مين اللي قال لك؟ لا بالعكس، ده هو دكتور سنان انا اعرفه يعني، بس ايه الحكايه مش ماشيه معاه قوي، ففاتح كشك جنب اللي هو ايه الكرسي بتاع السنان ده اللي جنبيه المعدات بقى اللي هي بتاع الزز والحاجات اللي هي المرعبه دي، عامل كشك كده هو ولا ايه؟ ايه ايه ما تخافيش. ها ها ايه ياسمين بنتي بنت عادل سعيد تخاف؟ لا لازم تقتحمي، لازم تخش بجرأة وتخش بقوة. بنت عادل سعيد، بنت مين؟ عادل سعيد. ايدك فين؟ يلا بينا.
ويشلك مناخيرك بالبوق. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. ايه يا سوسن لسه في حالات بره؟ في عيلة صغيرة بقى. عجية صغيرة؟ سوسن انت عارفة موقفي كويس قوي من العيال، انا ما بحبهمش، ما بحبش اكشف عليهم، بيخشوا يتنططوا على كرسي ويقعدوا ينهقوا ويرفصوا. لا يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. يعني ولا هتيجي بوكيا ولا بعد بوكيا ولا بعد بعد بوكيا؟ بعد بوكيا ايه؟ ده لاقين ناكل، دخليها خلاص. اتفضلي دكتور منتا زينة. دكتور منتا زينة؟ شكرا. يا عفو. يا اختي يا كميلة قطة. يا اختي يا كميلة بطة. شايفة الدبدوب ده يا حبيبتي عارفة بيعمل ازاي؟ كاك كاك كاك. بيعمل كاك كاك. شفت الدكتور لطيف ازاي يا ياسمين وبص بيهزر معاك ازاي؟ يلا يا دكتور البس لها بقى الماسك وغني لها عالم سمسم عالم سمسم 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 يا بيه. ما هو ده اللي بيسوس اسنان الاطفال. لا هو يسوسها لو حضرتك غنيته كتير يعني، لكن حضرتك ما تغنيش كتير يعني. حضرتك انا لطيف طبعا لطيف قدام البنت والبنت واخداني ان انا قدوه يعني، فعارفه ان انا لطيف فحضرتك يا ريت تضحك معايا يعني. تعالي يا حبيبتي تعالي ماما اطلعي اطلعي اطلعي. يلا ياسمين يلا ياسمين. خايفه ولا ايه؟ لا ما تخافيش ما تخافيش. يلا حبيبتي يلا نقتحم زي ما قلنا نقتحم نقتحم على طول. يلا هوب الجرأه وريني الجرأه. برافو عليك يا ياسمينة. برافو. شكرا. شويه اقعدي يا حبيبتي ما تخافيش خالص يا حبيبتي. افتحي بقك ما تخافيش. بصي خدي ده خليه معاكي العبي بيه واخر القعده هباخده منك. ما تخافيش ما فيش حاجه في ايدي خالص اهو. مش مهم ده. افتحي بقك. يلا يا ياسمين افتحي بقك. يا بس معلش يا دكتور مخضوضه شويه يمكن مش عارفه تفتح بقها ازاي. افتحي بقك كده اهو يا ياسمين. بصي اهو اهو اهو. سلام قول من رب الرحيم. ايه ايه ده؟ ايه الكهف اللي جوه ده؟ ايه سنانك دي عليها احكام ولا ايه؟ احكام ايه يا دكتور؟ انت مؤكد ماشي بسنان والدك؟ حضرتك لا يعني لو بتتكلم يعني على السنان وانها مظبوطه وكده حضرتك دي وراثه عندنا في العيله. يعني انا مثلا واحد من الناس بهتم بسناني جدا بغسلها مرتين كل شهر. واضح واضح. تعالي يا حبيبتي انزلي يا ماما. ايه انزلي يا بابا. يلا. إيه مش هتعملها اسنانها ولا ايه؟ اقعد يا بيه. حضرتك ايه اقعد يا بنت اولى يا بيه بنت وهي فاتحه بقها. اقعد يا بيه اقعد. ايه خير؟ افتح بقك يا بيه. افتح بقي. افتح بقك يا بيه. افتح بقك يا بابا. حضرتك لا مش عايز افتح بقي. ما ينفعش يعني افتح بقي. انت خايف ولا ايه؟ لا خايف من ايه يا حضرتك؟ افتح بقي ازاي يعني؟ يا دكتور بابا ما بيخافش ما بيخافش هو بس ما بيعرفش يفتح بقه. بص يا بابا افتح بقك كده. حضرتك يلا انتش السن اجيب لك الكماشه. انتش السن على طول من بقها وهي فاتحه بقها. متاخر خلاص نزلت وانت طلعت. افتح بقك. حضرتك لا مش عايز افتح بقي حضرتك. يا حبيبي افتح بقك انت خايف ولا ايه؟ يا رياض يا صبكي افتح بقك يا بابا. معلش هيتوجعك شويه تخر دم شويه. يلا بس يلا يلا اقتحم خد الدبدوب. حضرتك لا مش عايز افتح بقي حضرتك. انا جاي اعالج البنت مش اعالج نفسي حضرتك يعني. خش يا حبيبي امسكوه. ايه ده ما دام الحكايه كده هو بجد يعني حضرتك. خلاص انا مرتب اصل اسناني ترتيب معين يعني فعشان ما تغيروش حاجه مكان حاجه عشان اما باجي اقطب ولا حاجه والنبي. يا بيه اخلص يا بنت هتعرفنا شغلنا ولا ايه؟ امسكوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالي يا ياسمين قولي لي عملتي ايه عند الدكتور؟ رحت للدكتور وخلع لي سنتي وعلمني اغنيه يا شمتي يا شموسه خدي سنه الجاموسه وهدي سنه العروس. سنه الجاموسه انت اديتهم سنتك يا عادل ولا ايه؟ ايه يا ماما معقوله يا ماما مش قدام البنت مش قدام البنت. بابا عايزين كل يوم نروح للدكتور. طبعا اتبسطت عند الدكتور. ما انا وديتها عند الدكتور ميكي اصلا. بابا الدكتور شيف. ها ها ها. وبعدين ياسمين. ايه ياسمين شاف ايه؟ شاف سنان بابا. ما شافش اي حاجه يعني هو دكتور اساسا بتاع اطفال فيعني شاف سناني فتخض طبعا يا عيني غلبان. الدكتور بيقول ان بابا سنانه بتقع ولازم يعمل عمليه. يا نهار ابيض يا عادل. ايه يا حبيبي هو انت بقيت تمر بسن الياس ولا ايه؟ امر بسن الياس؟ انت بتتكلمي عن جوزك يا ماما وانت بتتكلمي عن مامتك. يا سلام. طب مامك هي قاعده يا مامته مالها يا حبيبتي؟ امك هي اللي مركبه طقم اسنان وعندها 3 سنين. خلاص يا جماعه خلاص احنا هنختلف على حكايه الدكاتره والسنان عموما يعني ده موضوع بسيط يعني والحمد لله حاجه سهله وعدت والدكتور كان مخضوض بس ما فيش اي حاجه الحمد لله.
ايه يا بابا فين الشجاعه؟ انت بابا ياسمين يعني لازم تقتحم. يا اخوانا هو اي كلام بقوله بيرد تاني في وشي ولا ايه؟ كرا يا عادل، هو انت خايف تروح الدكتور ولا ايه؟ لا مش خايف ولا حاجه، بس انا عارف انا عندي ايه، يعني انا عندي اللسة بس فيها كوبلن ضارب، فانا هاخد بالي يعني وانا بمضغ في الملفات ان شاء الله. عادل انت عيان ومش عايز تروح للدكتور؟ يا نهار اسود. يا ماما عيان ايه يا ماما؟ مش عيان ولا حاجه، كل ما في الموضوع ان ياسمين مش فاهمه. يعني بقول لك ايه، ولا ياسمين ولا انا ولا انتي نقدر نفتي في الموضوع ده، الدكتور الوحيد هو اللي يقدر يفتي برغم معلوماتي الواسعه والطائله في طب الاسنان. اي افتاءات وخلاص. يا عادل اوعى تكون كلت حاجه من الشارع. يا ماما كلت ايه من الشارع يا ماما؟ ما كل الناس بتاكل من الشارع عادي، انا سناني زي الفل، ما عنديش اي مشاكل خالص، كل ما في الموضوع ان دكتور السنان ده عايز يعمل شغل على بقي يعني. حبيبتي في ايه؟ سنتك اللي خلعتيها رجعت توجعك تاني؟ سنتها اللي خلعتها هترجع توجعها تاني ازاي يا رانيا؟ اصل سنتي الجديده لسه ما طلعتش. يا حبيبتي ما انا هقول لك على حاجه، هي السنه الجديده لسه في طور النمو، فلازم هتاخد شويه وقت يعني، وبعدين لازم تاكلي بقى يا ياسمين. هاكل. حاضر. تيتا معاكي معاكي بونبوني؟ بونبوني ما تديها يا رانيا، اخرتها هتمشي بطقم. حضرتك اللي بتتكلمي، معلش يا طنط حضرتك، يعني ولادك كلهم سنانهم بايظه. سنانهم بايظه؟ انا ولادي سنانهم بايظه فشل. طب ده عادل ابني من كتر سنانه ما هي حلوه وهو صغير طلبوه عشان يعمل اعلانات معجون السنان. عارفه الاعلان ده اللي هو طالع فيه بقه كده عامل وفي لمبه جوه بقه. صباح الخير. طب مساء الخير. طب سلام عليكم. طب سعيده. مالكم؟ ها ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا حبيبتي؟ فين البوسه بتاعت بابا؟ بلاش النهارده يا بابا. ايه اللي بلاش النهارده يا بابا؟ انت غريبه قوي يا ياسمين، ليه كده يا حبيبتي؟ اللي بلاش النهارده ايه ده؟ غريبه. انا هرشت بس مش حاسس ان انا بهرش خالص. وحاسس كده ان انا دماغي تقيله على كتفي باين ولا ايه؟ يلا. انت ايه اللي حصل لك النهارده يا ابي؟ ايه اللي حصل لي؟ حصليش اي حاجه الحمد لله. انت حاسه ان انا هيحصل لي كارثه ولا ايه؟ لا 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 خالص، هي حصلت خلاص، اوعى تقلق. انا مش قلقان، انتوا اللي قلقانين. قلقانين من ايه يعني؟ في ايه؟ بيبي حبيبي انت منفوخ. انا اللي منفوخ؟ فين الفطار يا هانم؟ انا من الصبح بقول لكم صباح الخير ومساء الخير، والبنت بقول لها هاتي بوسه تقول لي لا. انتوا اللي منفوخين عليا ليه؟ وشك ده يا ابي؟ ايه اللي في وشي؟ عادي جدا، بق ومناخير وهدان وحواجب زيك بالظبط، بس انت حواجبك ارفع شويه. طب بص يا عادل بقى. ايه شفت حد تاني غيرك؟ ايه ده؟ بطلي هزار بقى يا رانيا، جايبه لي مرايه زي المرايات اللي هي بتاعت الملاهي دي اللي هي بتكبر الخدود والمناخير، ما انا ممكن اجيب لك مرايه لعلمك تطول لك ودانك. كل ده عشان مش عايز تروح لدكتور السنان. يا ماما دكتور سنان ايه وبتاع ايه؟ انا كل ما في الموضوع ان انا نمت شويه على الجنب ده، زائد ان انا كنت واكل نص بطن. يعني ايه نص بطن يا ابي؟ يعني ما اكلتش الوجبه كامله، اكلت نص الوجبه ونمت على النص ده، فعشان كده تلاقي النص ده هو اللي ورم عادي يعني. عادل يا حبيبي ده تورم انتفاخي. انتفاخك ايه وانت كل حاجه تنسبيها لنفسك يا رانيا؟ طيب بصي يا ابي، ايه رايك لو تفشها بدبوس؟ وتلاقي نفسك تعرف الهوا كده زي البالونه وفجاه كده تروح خابط في الحيطه واقع على الارض. بنت 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 انت وهي وهي، وبعدين بتتريق على بابا يا ياسمين وانا جي واخبط في... ماشي يا ياسمين ماشي. حاضر يا ياسمين. يا ابني يا حبيبي احنا خايفين عليك، والمشكله اللي عندك دي ممكن تكبر. تكبر هتروح فين يعني؟ ما تخافش يا عادل يا حبيبي، هنبقى نعالجك على نفقه الدوله. بقول لك ايه يا عادل، انت لازم تنزل دلوقتي وتروح لدكتور السنان. ماما انا مش رايح لدكتور سنان ولا حاجه، انا هخش اغير هدومي واطلع على البازار، مجرد بس ان انا اقف في الهواء هتنشف هتقع لوحديها وخلاص، ومش عايز اكل كمان. يلا خلاص. ب15 جنيه بس. طب خد دي 5 جنيه وخلي الباقي عشان. ماشي. انا رمزي مطلع الوداع من غير كيس يالا. ايه ده؟ تقول ده؟ ايه ده يا عم، انت عامل عمليه تجميل في وشك ولا ايه؟ زي لمياء وهبي؟
لمياء وهبي يا هبل، اسمها شيماء وهبي يا غبي. وبعدين يعني هي نفسها مش عامله عمليه تجميل في وشها، عاملاها مش في وشها. امال فين دول؟ مش في وشها يعني، بس كده احسن. يلا يا رمز انت رايك كده؟ ايوه دول والله كده احسن، بس انت بقى يعني كل لقمه وحطها هنا عشان يبقى بقك كله كده. انت بتضحك كده؟ بتتريق عليا ولا ايه؟ ماشي انا غلطان ان انا بتكلم مع واحد زيك. يا نهار اسوح، مدام رمزي الغبي ده خد باله يبقى اكيد باينه قوي. بس على فكره ممكن دكتور السنان يلا رمزي هو اللي يكون عمل كده. يعني هو اللي عمل لي حاجه عشان وشي يورم، زي مثلا ميكانيكي ما بتودي له العربيه حاجه بايظه فيها يقوم مبوظ لك حاجه تانية عشان تروح له تاني يعني. ايوه دول، بس ايه علاقه دكتور السنان بالوش؟ لا هو ملوش علاقه يعني، حتى الوش من بره والسنان بتبقى من جوه. صح صح. وفي ايه جوه تاني دول غير السنان يعني؟ اتفضل حضرتك خش بقي. ايه هتخش جوه بقي؟ هتخش جوه بقى. ولا روح اتكل على الله على البازار اللي جنبينا، روح عد التماثيل اللي عنده يلا. لا يا دوله بقى، انا كل ما عد التماثيل اللي جنبه دي بيقعد يضربني يا دوله. طب ما انا عايزه يضربك، اتكل على الله. ماشي يا دوله، بس افتكر بقى ان الظلم دي نهايته وحشه يا دوله، وانت بتفتري عليا. حاضر ماشي. انا بفتري على شفت سبحان الله، لسه ما كملتش كلامي اهو. احسن ان شاء الله بقى جسمك كله هيضرب، ولا هديك الدواء بعد كده يا دولة. قول من هنا لبعد بكره يا دولة. ماشي، وساعتها بقى البازار ده هيبقى باسمي، وهتجوز سنة اختك وهشرط ياسمين. سيبني. الو. ايوه يا مقرف. ايوه يا رمزي، عايز ايه؟ نعم. ايه هو جد جديد وانا معرفوش ولا ايه؟ يا ايه يا بنتي، مالك متعصبه كده ليه؟ في ايه؟ رمزي الاهبل العبيط المتخلف المقرف بيقول لي انا. ما حدش يقول لي يا رمزي، تقولوا لي يا استاذ رمزي، وما حدش يتصل بيا بالنمره دي غير لما يستاذن ياخد ميعاد الاول. تصدقي بقى ان انا تداركت شيء مهم دلوقتي؟ عادل عيان ورمزي لئيم، عايز يقعد مكان عادل في البازار ويمسك السلطه. ايه ده، الواد رمزي بقى بيفهم اهو وبيعرف يستغل المواقف. يا شوشن، فاضل حد بره؟ اياجي بتاع امبارح ووش ورم خالص. وش ورم؟ طب خليه قاعد عندك ودخلي لي اي حد تاني. مفيش حد تاني. خساره. طب دخليه. خلاص. صدعتني. يا من تعصتك، يا من تعصتك. الف سلامه يا دول. يا رب يا رب اللي فيا يجي فيك يا رمزي. ربنا يخليك يا دوله ليا يا رب. وانت اللي ما سمعتش الكلام، مش لو كنا عالجنا المشكله دي امبارح ما كنتش اتنفشت بالمنظر ده؟ اديني اتنفشت حضرتك. فشاني بقى، فشاني. نفشك. اتفضل يا سيدي عشان تتفشى. اتفضل. انتوا كده العيانين، براحتكم. مفيش حاجه قلقاكوا، انما احنا قاعدين قلقانين طول الوقت. العياده هتجيب فلوس منين؟ الواحد بيروح ما بيعملش 3 جنيه في اليوم. بس رايح فين؟ رايح العياده. جاي منين؟ جاي من العياده، وادفع مصاريف ميه كهربا ضرايب وسوسن. الله يخرب بيتك يا سوسن، لغايه ما الوجع جابك ليا على ملا وشك، وانا بقى بحب الوجع قوي. ايوه يا دكتور كده، اديله. لو سمحت يا دكتور، مش معقوله يعني عياده بتاع الدكتور اسنان يبقى فيها جزم. طلع الجزمه ده بره لو سمحت. بص لي. ايه يا نهار اسود ومبين؟ ايه ده؟ افتح بقك يا دكتور. ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ انت ما عندكش ولا سنه بايظه. يا خبر ابيض. طب وايه الحل؟ مفيش علاج يا دكتور؟ مفيش اي علاج لامثالك. اللهم قلل من امثاله وزود من امثالك. وعلي بقى شويه. اطلع بره قول. اطلع بره يا دكتور النبي. حاضر. افتح بس بقك، افتح، نكمل شغل في الخرابه دي. يا نهار اسود، احنا لازم نعمل اشعه. خد، حط دي جوه بقك. حاضر. عشان نصور لازم نعرف فيه ايه. اللسه اللي جوه دي، الكيس ده فيه ايه؟ حاضر. حضرتك طيب يعني اصل انا مش في المود يعني. لا والله العظيم هتبقى صوره حلوه قوي يا دوله، صدقني. بص هتبقى صوره تذكاريه ليك انا وانت مع بعض. يلا. بس يا حبايبي احنا هنصور 4 في 6. اثبت. حاضر. اتفضل. عادل حبيبي انت كويس يا بيبي؟ طمني عليك. ايه ده؟ ايه الصاروخ ده؟ يا دكتور عيب يا دكتور. صاروخ ايه؟ عيب. لا انا قصدي انه في السنه الوحشه اللي عندك محتاجه صاروخ حلو قوي عشان يطيرها. طمني يا دكتور، هو كويس؟ بصي حضرتك انا مش عايزك تقلقي خالص،
هو قمر زي الفل. يا دكتور بقول لك ايه، بص انا تعبان وخلقي ضيق، يعني بلاش الحاجات دي. سوري، انا يعني انا قصدي اطمنها على حاله حضرتك. قولي لي، هو حضرتك تقربي له ايه؟ انا مراته والله. وانا دكتور سنان والله ممكن اخلعه. حلو قوي، بس ما اخلعه الاول. ولا ايه عجبتك قوي؟ ايوه دول قوي، اصل بيقول لك يعني هو دكتور سنان وانت كانك يعني سنه وبيخلعك. انت بتفصل لي النكته. طب ما انا غبي. ايه ده هو قصده كده؟ لا انا دكتور سنان. وبعدين ما تحترمي نفسك. خلاص يا رياض يا صبجي. الله، رياض الأصاب كده، انا بموت في الحن، وخصوصا اخر لحن بتاع اللي هو الراجل. حس صاحبك عني يا نهار اسود، اي افته وخلاص. رياض الأصاب قال رجب، رياض الأصاب قال هبطل السجاير واكون انسان جديد، معروف جدا يعني. صح دول. اتفضل خشوا. هتعمل عمليه النهارده دكتور ولا ايه؟ بس انا شايف ان الحاله ما تستاهلش. بس يا حبيبي عايزين نكمل قصه الجهاز. كتفوق حاضر يا دكتور. انت اخرجوا بره عشان نعرف نشتغل. لا 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 حبيبتي خليكي لو عايزه. ثانك يو دكتور، فيري ماتش ثانك يو. بيبي عايزني افضل جنبك؟ لا اطلعي بره بسرعه عشان ما تشوفنيش وانا بتمرمط. اطلع بسرعه. اوكي عادل، خد بالك من نفسك يا عادل، وخد بالك من الفك السفلي اللي على الشمال ده. والنبي يا عادل الله يخليك. دولا والله العظيم هتوحشنا. دولا اشوفك بقى في الجنه ونعيمها ان شاء الله. وما تقلقش يا دولا على البازار ولا على ياسمين، هخليها تتعلم لغات لما تاخد الدبلونه بتاعتها. دولا مع الف سلامه. بره لا اطلع بره. هتعمل ايه؟ ثبتوه. قولي بقى ايه فكرتك؟ فيلم اسمه يوميات عربيات كشري. ده اكيد ملوش كمال الفيلم ده. كشري ايه بس؟ زفت. اتفضل اللي بعده. مقدمه فيلم عن شاب نايم. طبعا لازم يكون نايم. وبعدين اكيد بيفضل نايم. كويس، وفين القصه؟ هي دي القصه سيادتك. اكيد بقى الجمهور اللي هيخش يتفرج على القصه بتاعته ده هياخد معاه بطاطين. شاكرين قوي. اتفضل اللي بعده. انا عايز اخد فرصتي. خد يا حبيبي. فيلم عن مفيش. مفيش ايه؟ مفيش شغل، مفيش جواز، مفيش عربية، مفيش فيلم. هنصور الشوارع والحيطان والبيوت والترع. ده على كده فيلم الكشري كان ارحم. هو فين الفيلم يا ابني؟ هو ده الفيلم سيادتك. زفت. امال عايزيننا نجيب قصص منين يعني؟ قصص منكم انتم. انا مش فاهم يعني حضرتك ما بيعملوش مجهود ليه؟ الناس لو دورت بجد، لو دورتوا بجد في وسط الناس هتلاقوا قصص كتير جدا. يلا اتكل على الله، اتكل على الله. حضرتك المهنه لمت خلاص. بالظبط كده يا استاذ، بالظبط. يعني عارف لو حضرتك كل واحد بس دور جوه بيته هيطلع 100 قصه على الاقل. واضح ان حضرتك بتفهم قوي في السينما. حضرتك انا كنت زمان وانا صغير بتفرج على افلام كتير جدا، وبعدين بعد كده طلبوني يعني ان انا اكتب حاجات في السينما، ما وافقتش وقتها، لكن واضح ان انا هتدخل عشان انقذ الوسط السينمائي. افهم كده ان عندك قصه ليا؟ راجل عايش مع ست ستات. عايش مع ست ستات؟ هايل، جبتها ازاي الفكره دي؟ حضرتك انا ما جبتهاش، انا نفسي عايش مع ست ستات. ايه ده؟ وكمان قصه واقعيه؟ بص يا استاذ، انا هشتري منك الفكره دي واديك عربون فورا، بس انا عايز الفيلم بتاعي يكون فيلم جديد، عايز فيه اكشن. اكشن حضرتك انا دايما بتخانق معاهم فده اكشن يعني. حلو قوي. عايز كمان فيه رومانسي. الرومانسي بعد ما اتخانق معاهم بصالحهم على طول. يا ريت يبقى فيه شويه رعب. رعب برغم ان هم بيسمعوا كلامي وبيحترموني لانهم بيبقوا مرعوبين مني. مرعوبين. ويا حبذا لو فيه شويه تاريخ. تاريخي حضرتك الجزء التاريخي ممكن نصوره في البازار، ما عنديش مشاكل خالص. كويس جدا. ايه رايك بقى في شويه استعراض على خفيف كده؟ لا استعراض معلش، انا مش بتاع استعراض، لان انا مش عنديش استعداد خالص ان انا اقدم اي تنازلات في بدايه طريقي. خلاص مش مهم، اهم حاجه عندي الكوميدي. حضرتك الكوميدي خلاص رطرت، اي حد بيعمل كوميدي، لكن حضرتك انا بعمل موضوع جد يثير الملل، يخلي المتفرج وهو بيتفرج يكبس عليه النوم على طول. هايل. أنا دلوقتي بس اطمن على فكرة، أنا همضي معاك العقد بس أنا لسه ما عرفتش اسمك إيه. حضرتك كان اسمي عادل سعيد. وأنا عادل حزين.
انت كمان عندك فكره ليه؟ ايوه، راجل وسبع ستات. طب لو هديك نفس الاجر الست عندك تقف بكام؟ ايه ده حضرتك، هي شروه يعني الست تقف كام ايه يعني؟ حضرتك انا جايه قبله، وبعدين غير كده يعني انا ممكن الست ستات اللي عندي اخليهم سبعه اتجوز واحده تانية، ممكن اخليهم ثمانيه اجيب اي واحده قريبتي تقعد يعني، بس ده للاجزاء اللي جايه يعني. خلاص يا جماعه مش هنختلف، بس انا عايز اقول ان الفكرتين قريبين قوي من بعض، قولوا لي شوروا عليا اعمل ايه؟ الفيصل في الورق. ورق ايه حضرتك؟ ده اسمه حزين يعني، هيكتب كوميدي ازاي؟ وبعدين ورق ايه يا عم، واحنا بنبيع ترمس. خلاص تبقى خايف من المنافسه؟ لا مش خايف لعلمك بقى، وهتشوف. علشان نفضل الشباك اللي بينكم ده، كل واحد يكتب الملخص بتاع فكرته ويقدمه لي. حياتنا خلاص يا جماعه هتتسجل على شريط سينما اخيرا. بيبي اللي انت بتقوله ده شيء لا يصدقه العقل. هو المنتج ده ملقاش غيرك انت، انت عشان يعمل قصة حياتك فيلم. يا سنة ما تحترمي نفسك بقى. اخيرا يا جماعة، يا جماعة المعاناة اللي الواحد طول عمره عايش فيها الحمد لله هتتسجل بقى، والناس كلها هيشوفوها. اخيرا الواحد حس ان الاحتلال اللي موجود عنده ده جيب فايدة. ايوه يا عادل، بس انا برضو مش فاهمان، انا ايه اللي خلاه يتشد بيك؟ ابني انسان عظيم، ودي اقل حاجة تتعمل له. يا سلام. عظيم بقى مرة جايزة نوفل واخدها، بلا خيبة، ده قعد اربع سنين عشان ياخد دبلوم. يا سناء، يا سناء ما تحترمي نفسك بقى. يا جماعة ما ينفعش الجو الوحش ده، احنا لازم نعمل على تدعيم اواصر المحبة بينا عشان نخلق جو كويس للتحولات المستقبلية القادمة. بابا هو المنتج ده ممكن يخليني امثل في الفيلم؟ طبعا يا حبيبتي خليكي تمثلي، امال ايه؟ اولا انا يبقى لي كلمة مسموعة، يعني انا طبعا اللي كاتب الفيلم اساسا، فاقول له دي تمثل تمثل، دي ما تمثلش ما تمثلش. عادل انا من رأيي تشيل الموضوع ده من دماغك احسن لك، اشتري نفسك يا ابني. عادل انا من رايي ان انت ما تشيلش الموضوع ده من دماغك يا بيبي، انت لازم تحارب بكل اصرار وشجاعه عشان تقدر تلاقي مكان تحت الشمس. شمس ايه في الحر دي؟ اي كلام وخلاص يا جماعه، سيبوني انا عايز بس اركز كويس قوي عشان اشوف هكتب ايه في الفيلم بقى. بس انا ماليش في الكلام ده، انا ما بفهمش في الكوره. يا ماما مش لازم تكوني بتفهمي في الكوره عشان تنزلي معانا الملعب، المهم ان انت تبقي موجوده معانا في الملعب عشان اي كوره الواحد يشوطها ما تجيش في العارضه. دولا دولا انت بتكتب ايه يا دولا؟ بتعمل ايه؟ بعمل الخطوط الرئيسية. خطوط؟ انت هتبيع موبايلات يا دولا؟ موبايلات ايه؟ انت اي هيصة جاي فيها؟ موبايلات ايه؟ دي الخطوط الرئيسية للقصة بتاعت الفيلم اللي انا بكتبه ان شاء الله اللي هيتعرض ويكسر الدنيا، يعني بشوف مين الشخصيات اللي هتعامل معاها وكده. وانا طبعا ان شاء الله مكتوب. مكتوب ايه يا ابني؟ هو احنا طالعين رحلة لراس البر، اكتب اسمك ليه؟ ليه يا دولا وانت يعني خلاص علشان ان شاء الله هتشتهر تقوم تبيعنا انا؟ يا ابني انا لو طول ابيعك من زمان كنت بعتك، محدش راضي ياخدك ببلاش. يلا ليه يا دولا؟ ده انا ابن عمك يا دولا، تبيعني. خلاص يا رمز خلاص، مش عايز دوشة دلوقتي، هبقى اكتب لك مثلا مشهد ولا مشهدين ولا حاجة في الفيلم. يلا اتكل على الله. لا لو سمحت يا دولا خليني انا اللي اكتب بنفسي مش انت. اتفضل اكتب بنفسك، عايز تكتب ايه يعني؟ ايه حكايتك يعني؟ ماشي اتفضل يا دولا اكتب كده. رمزي البردعي ده اسم الفن. البردعي ده نسبة للبردعة اللي هتتحط على ظهرك ان شاء الله. هتكتب بقى وانت ساكت ولا هتنرفزني؟ لا انا اسف انا اسف، اتفضل حضرتك اتفضل عبر عن نفسك. ماشي. رمزي انسان كويس وابن حلال جدا وشاطر. رمزي حمار وما بيفهمش حاجة. ورمزي رياضي ومشنوق القوام. مشنوق بتبوظ لي الفيلم من قبليها. يلا 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 اطلع بره، يلا اطلع بره، خد 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 خد، تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ ايه هي انطباعات حضرتك عن الوضع الاسري الراهن؟ لا 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 انا ما احبش اتكلم في السياسه. طيب عمرك يا ماما كنت بتحب المشاكل؟ ابدا، ده انا كنت بقول يا حيطه داريني. يا حيطه داريني. طب ماما هسالك سؤال كاني مش ابنك يعني، وكانك انت مش ماما خالص يعني. حبيتي حد قبل بابا؟ انت تعلم جيدا يا عادل ان انت كنت الحب الاول ليا ايام الجامعه، اي انك كنت حبيبي دائما. يعني ايام الجامعه ما كانش ليك اصحاب؟ الحقيقة ان كان في معظم الاصدقاء يمتازون بانهم من العنصر النسائي. في بعض الاحيان وهي ليست كثيرة بل قليلة كان بيحدث حوار قوي جدا ومؤثر وخاص مع بعض الاشخاص الرجاليين المميزين جدا، بس كانوا كتير يعني. كتير ولا ماشي. رانيا جاوبيني بصراحة، عمرك زوغت من المحاضرات؟ انت اتهبلت في نفوخك ولا ايه؟
ما تحافظ على كلامك، انا مثال التربية والتعليم والاخلاق، انا ازوغ من المحاضرة. بعيدا عن المبالغة بتاعتك وركزي معايا، اختاري ما بين الاقواس. هل شخصيتك شخصية مستقلة ام مستغلة ام موتزاريلا؟ انت متربي معايا واخويا وعارفني كويس، ولا انت واحد صاحبنا يعني؟ انت عارف ان انا طول عمري مستقلة وعمري ما كنت دلدولة لحد يا عادل. طيب هل انت انانية؟ انا طول عمري معطاءة يا ابي، واللي في ايدي مش ليا. مش ليا. طيب حسيتي باي نوع من القلق يعني، وخصوصا انك انت تعرفتي بشباب كتير ومن غير ما تتخطبي مثلا ولا حاجة، يعني من الاخر خايفة تعنسي؟ بص يا ابي، كل شيء اسمه ونصيب، بس انا مش ساكتة ومسيري هوقع واحد قريب. طيب ايه رأيك في كتاب أبلة نظيرة؟ طول عمري بعمل لكم الاكل من غير كتب زي ما اهلنا علمونا. طب ماما معروف عنك ولعك الشديد يعني بالشياكة، هل انت من الناس اللي بيتابعوا الخطوط الحديثة للأناقة؟ انت طبعا عارف ان انا ست تري شيك، وبهتم جدا بنفسي وبلبسي وبشياكتي، علشان كده انا على طول بلبس احدث موضة. طيب هل فكرت انك انت مثلا تصبغي شعرك او تحلقي زيرو؟ انا احلق زيرو يا عادل؟ ازاي يا حبيبي، ده انا اهم حاجة في حياتي هي شعري. انا صحيح مرة حاولت ان انا اصبغه احمر، لكن للأسف طلع اورانج، لكن رجعته بقى للون بتاعه الطبيعي. طيب هل عندك مشكلة في الوقت؟ انا على طول بالنهار ببقى مزنوقة، وخصوصا يوم السبت. طيب ايه رأيك في عمليات التجميل؟ لا يا عادل، لا ده بيلجأوا لي في محاولة أخيرة لإصلاح ما أفسدته غارات الزمن على الوجوه التعيسة المضناة، زي مضناك جفاه كده. نفسك تخلفي تاني؟ معقولة يا ابني عايز نخلف بعد العمر ده كله؟ انت عايز تخش الجيش ولا ايه؟ صح، انت لو خلفتي انا اخش الجيش عشان طيب ماشي يا ماما، ما علينا. بتحبي ايه من صفات الناس؟ الكرم، يعني لما اطلب منك حاجه تعملها لي تقوم تعملها لي، لما اطلب منك فلوس تديها لي تقوم تدهاني. سحبت السؤال اللي فات، قولي لي يا ماما امتى بتحسي بالخوف؟ لما اشوف فيلم رعب. لما بتشوفي فيلم رعب، حلو. امتى بتبقي عايزه تضحكي لو انت اصلا بتعرفي تضحكي؟ طبعا يعني بضحك لما عيد ميلاد ياسمين بيكون مؤهل للاقتراب المزعن عادي يعني. طيب ركز معايا في السؤال ده، ايه لونك المفضل؟ الاسود. هل انت تشاؤمية؟ جامي ان انا اتشائم في حياتي، انا عمري ما تشائمت في حياتي، حتى لما بصطبح بوش امك واختك برضو ما بتشائمش. ايه اكتر موقف اثر فيكي؟ موقف عبود. بابا هو انت مش هتسألني؟ لا يا حبيبتي، احنا بنكتب تاريخ للشخصيات، واقل من 20 سنة مالوش تاريخ، فمش هينفع اسألك يعني، لكن خليكي للفيلم اللي جاي، احتمال اعمله عن الاطفال، تكون انت كبرتي بقى فهلغيه برضو. دلوقتي بقى بعد ما كل واحد فيكو قرا ورق التاني، ايه رايكم؟ والله انا وجهه نظري ان ورق الاستاذ حزين ده مش منطقي، يعني لانها قصه متالفه، فعشان كده تلاقيها الاحداث بتاعتها مش مترابطه وكلها مهلهله. هو يعني كل الافلام اللي قصتها مش حقيقيه مش مقنعه؟ رايك غلط. رأيي غلط في ايه؟ يعني انت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ اولا واضح ان انت من ورقك كده من السيناريست انك انت مثلا كنت بتسرح بعربية جوافة ولا حاجة. جوافة؟ ده بيشتمني يا استاذ خالد. هي دي مش شتيمة، ده اسمه نقد، بس انت هتعرفه منين النقد ده اذا كنت انت اساسا مش عارف تكتب؟ هتعرف تنقد؟ يا سلام، هو يعني انت اللي بتعرف تكتب؟ والله الورق اللي انا كاتبه خير دليل على ان بعرف اكتب. الورق بتاعك كله ثغرات يا استاذ، ثغرات. ثغرات ازاي يا استاذ حزين؟ فهمنا. في هنا مواقف غير منطقيه ولازم تتعدل. تتعدل ايه وانت اي كلام بتقوله؟ خلاص يعني مثلا ياسمين بدل ما هي بتدرس في المرحله الابتدائيه تكون بتسرح مثلا بمناديل في الاشارات. خد عندك يا سيدي، انت كاتب هنا ان سناء خرجت من البيت الساعه 8، وصلت المدرسه الساعه 8:10، ازاي يا استاذ؟
ايه اللي ازاي يعني؟ ازاي نزلت من البيت ولا ازاي وصلت المدرسة يعني؟ ازاي تاخد من بيتها لحد المدرسة 10 دقايق بس، مع انك كاتب هنا انها استعملت المواصلات، واكيد كانت راكبة عربية، واكيد ملاكي، ودي اول ثغرة. ثغرة ايه؟ ثغرة ايه؟ وانت اي كلام بتقوله خلاص؟ يعني ناقص كمان تقولي ماركة العربية ورقمها يعني؟ لا، رد عليه بالمنطق بقى يا استاذ عادل. منطقي حضرتك؟ ده بيهرج، ده كاتب شوية أخطاء متخيلة في دماغه يعني، في برشامة كل شوية يقولك في ثغرة وبتاع. طب أتحداك لو طلعت أي ثغرة تانية. وادي تاني ثغرة. أنت كاتب هنا بتقول إن الست رانيا مرات البطل عمرها ما عرفت حد غير جوزها، وإنه أول راجل في حياتها، مع إنها هنا بتقول إن الراجل لازم يكون شيك ويتكلم كلام رومانسي، وان ده لو ما حصلش الست هتحس بالندم. قصدك ايه؟ لا ده كلام فارغ، انا ما اسمح لكش. استاذ عادل اهدى، احنا بنتناقش. اقعد 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 بس. ثالث ثغره يا استاذ، انت كاتب هنا بتقول ان نجلاء قطعت علاقتها بزميلها في الجامعه، مع انها خرجت وقعدت تتكلم في الموبايل يجي ساعه بحالها على السلم بره. دي مش ثغره ولا حاجه، دي حريه شخصيه، اي حد من حقه ان هو يقعد يتكلم ساعه على السلم لوحديها، ودي مش ثغره ولا حاجه. مش قلت لك يا استاذ خالد الفيلم كله ثغرات؟ الثغرات كترت قوي يا استاذ عادل، تعليقك ايه؟ انا تعليقي ان هو بيهيس يعني، وبيدور على اي اخطاء وخلاص بالبرشامه اللي فاكر نفسه في امتحان ده. حضرتك انا اعتقد ان الموضوع بتاعي والفيلم بتاعي لو بس فيه التلات ثغرات اللي هو بيقول عليهم، فاعتقد ان ده هيبقى انجح فيلم مر بالسينما العالميه. انجح فيلم؟ طب خد الثغرة الرابعة دي كمان. يا ابني اسكت بقى، اخرس بقى. انت كاتب ان الست انعام ام البطل بتحب ابنها وبتحب مرات ابنها، وانها عمرها ما حست بالغيره منها، مع انها من يوم ما اتجوز البطل ما دلعتوش ولا قالت له يا دلدلتي. انا اصلا يعني ما بحبش كلمه دلدلتي دي، وبعدين يعني هي بتدلعني عادي جدا، بس عشان البطل اللي هو يعني انا ما بحبش، شلتها بقى، شلتها عشان ده يعتبر امن قومي. استاذ عادل صراحه انا كده بدات اقلق كده كتير قوي يا استاذ عادل. بصراحة يعني يا أستاذ خالد أنا مش عارف صراحة الحاجات دي فاتت مني إزاي. بالذمة في كاتب يقول كده؟ بص يا أستاذ عادل، إذا كانوا قدروا يضحكوا عليك عندك في البيت فأنا ما أقدرش أبداً أضحك على جمهوري. إحنا اتفقنا نعمل قصة واقعية علشان نعمل سينما نظيفة، للأسف ده كله هيتأثر بسبب مؤلف الفيلم اللي اتضح إنه مخدوع في حياته. حضرتك يعني أنا ما زلت مصر على موقفي إن القصة دي قصة هايلة، حتى لو فيها شوية ثغرات فعادي يعني، بس هي في النهاية قصة، وقصة جامدة جداً. عندك دليل على كده؟ عندي دليل، بس أنا بحب أبعد الجنود المجهولين اللي ورا القصة عن الأضواء. حجة ضعيفة. أستاذ حزين عنده حق. طيب تحب يا أستاذ خالد بنفسك تتأكد من أبطال القصة الحقيقية؟ أنا ممكن أوديك بس أنا خايف عليك صراحة. أحب قوي. كده هضطر أوديك، بس أنت بقى جاني على نفسك، لأنك أنت هتدخل بنفسك عش الدبابير. هاي يا استاذ عادل، حقيقي هايل الجو اللي انت عامله ده. ربنا يخليك، عجبك يعني الصراعات اللي تخنق اللي موجوده في العيله دي؟ عجبتني جدا. مش ده برضو اللي بيسموه البلاك كوميدي، اللي هو الـ 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 الكوميديا السوداء؟ هو في كوميديا سودا وكوميديا جنجا؟ طبعا يا ماما، الكوميديا انواع كتير جدا، في كوميديا سودا، في كوميديا بيضاء، في كوميديا مخططه، كوميديا مربعه وكروهات. يعني اخيرا يا فندم ملجأ الاحداث اللي احنا عايشين فيه ده طلع منه فايده. ولعلمك عشان تبقي فاهمه، المكان ده زي ما اخوكي لي حق فيه انا كمان لي حق فيه، وده لا يدعو لاي مجال للشك والهواجس الدفينه. هواجس دفينه ايه بس رانيا؟ واي كلام انت بتقوليه وخلاص ولا ايه؟ يا جماعه بلاش الصراعات الداخليه دي، وخلينا نركز مع الاستاذ. يا استاذ خالد، يعني حضرتك شايف ان الموضوع اللي انا كتبته ده عن قصه حياتنا كلنا يعني ينفع يبقى في السينما مثلا؟ لا. لا لا لا، ليه حضرتك ترجعت في كلامك ولا ايه؟ لا لا لا، مش قصدي، انا قصدي اني مش هعمله فيلم، انا هعمله مسلسل. مسلسل مسلسل سيت كوم بتدور احداثه بين راجل وست ستات، واسمه كمان راجل وست ستات. يعني ايه نص كوميدي؟ نص كوم اكيد مسلسل صيفي مثلا ولا حاجه. يعني ايه صحيح ست كوم ده؟ مسلسل ست كوم ده
هتدور احداثه بين راجل البطل بتاعه هيبقى اسمه عادل، هيعيش مع اسرته واسره مراته في نفس الشقه. تخيل الشغل اللي ممكن يطلع من القصه دي. ممكن يبقى شغل جامد جدا طبعا، بس حضرتك يعني مش شايف ان اسم راجل وست ستات ده غريب شويه؟ طب وعمو رمزي؟ نسيت بقى اقول لكم، عادل هيكون عنده بازار، ابن عمو رمزي هيكون بيشتغل معاه في البازار ده. غريبه قوي يعني ان يبقى رمزي شغال معايا يعني. لا بالعكس خالص، الفكره دي فكره جريئه واقعيه، وهتشوف الناس هتحبها قد ايه. يا رب الناس تحبها يا رب. لا وكمان ايه، احنا ممكن نطلع اسرار كتير قوي من حياتكم. رانيا مثلا، هل كانت بتحبك قبل الجواز ولا لا؟ وايه دلوقتي، هل ما زالت بتحبك ولا في بينكم مشاكل؟ ام، هل كان عندها رغبه في الارتباط بحد تاني بعد الانفصال عن ابوك ولا لا؟ ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني يا استاذ خالد؟ استنى، وحماتها، هل شفتها وهي بتتعاكس في الشارع قدامك قبل كده ولا لا؟ ولو ده حصل هيكون ايه رد فعلك؟ هتدافع عنها ولا هتخاف انك تنضرب؟ استاذ خالد معرفش، بس ده يعني كده كتير يعني، مش معقوله يعني. واختك، هل هي فعلا بتحبك ولا زي ما انت كاتب عنها هنا في السيناريو؟ وبنتك، انا ملاحظ انها ممكن تبقى بطله في العمل رغم انك مهمش دورها قوي هنا. وبعدين قبل ما ينزل المسلسل هنزل صوركم كلكم في المجلات والجرايد وعلى افيشات في الشوارع علشان الناس تعرف ان دي قصه حقيقيه، راجل وست ستات. ايه ده يا استاذ، معقوله يعني حضرتك تاخد اسرارنا واسرار عيلتي كلها وكمان تنشر صورنا للناس عشان تاكد للناس ان احنا يعني تفضحنا؟ يا راجل ما تبصش للحاجات دي، ما تتنزلش عن الشهرة وعن المجد عشان الحاجات الصغيرة دي. لا معلش يا أستاذ، يغور الشهرة والمجد وكل حاجة قصاد إن أنا ما افضحش عيلتي. بعدين معاك بقى يا أستاذ عادل، خلاص هزودك يا عم 1000 جنيه. أنا مش بتكلم كده عشان أزيد، بعد إذن حضرتك أنا مش هعمل القصة دي خالص. 2000 جنيه. لا يا أستاذ لا معلش معلش مش هقدر. ما اتفضل حضرتك. 3000 جنيه. لا يا أستاذ اتفضل من غير ما تقول حضرتك اتفضل. 4000 جنيه. مش موافق. 5000 جنيه. مش موافق يا استاذ. 10000 جنيه. موافقين؟ موافقين؟ اوعى تتردد. لا 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 مش موافقين، دي قصه تعمل. اتفضل يا استاذ. 20000 جنيه. اقعدوا ساكتين اقعدوا ساكتين. اتفضل. 20000 جنيه. لا يا استاذ بعد اذنك بعد اذنك. 30000. هم موافقين؟ لا مش موافقين مش موافقين مش موافقين. ايه 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 ايه، شوية فلوس هتخليكوا تغيروا يعني منهجكوا؟ حرام عليكوا، ده احنا ما صدقنا ان احنا عملنا عيلة، هنيجي نبوظ العيلة بشوية فلوس. أنا كنت غلط ولا كنت صح يعني؟ كنت صح يا عادل. برافو. خلاص دلوقتي هدي كل واحدة فيكوا الحتة اللي خاصة بيها وهي تتصرف فيها، تقطعها تولعها، انتوا حرين، اتفقنا؟ اتفقنا.